النهارده فيديو جديد. ايه بيعجبكم النهارده؟ تحدي هو ايه كده؟ تحدي صغير كده. النهارده اختي اللي ورا الكاميرا روان هتحط لنا كل واحد كيس شبه بعض، ماشي؟ فواحد فيه عقاب والتاني فيه النعل المعمول ده. هنشوف يعني جوليو محطوط فيه اما عقاب اما جوليو، اللي هيطلع له عقاب يعمل العقاب، اما هياكل المكتوب في الورقه، واللي طلع له الكيس العادي هياكل بقى الجوليو. بس هنشوفكم بقى وهي عاملين ايه يا جماعه. رب كده تكونوا بخير دايما يا رب. احنا جايين النهارده بمقلب جديد، مقلب الجوليو. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل فيه، عشان حبيبي ورده النهارده بجد هيدمر. النهارده دمار 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 دمار. ايه ده؟ ايه ده اولي؟ انا هعيط النهارده بجد. ايه ده اولي؟ يا رب يعني نروح نشوف ايه اللي هيحصل فيهم، لان بجد انا فرحانه جدا النهارده. عشان ما عشان مش هتبقى يحصل فيك كده. طيب هيتربوا شديك يوم. يلا يا حبيبي. يا جماعة احنا خلاص هنبدأ التحدي، وهم هيغمضوا عينيهم وهنولع فيهم ان شاء الله النهاردة. قولوا يا رب استنى. هنبدأ التحدي خلاص؟ لسه. شكلي اخر على ازاي؟ ايه ده؟ استنوا بقى ترى ما اخد العقوبة انا. بس يا ماما تعملنا ناخد العقوب. طب اكباية يا جماعة، طب اكباية هتاكلها. الطماطمية تاكلها، هتاكلها، هتاكل الطماطمية. ما بحبش الليمون المخلل، بكره حاجة اسمها ليمون مخلل. يا لهوي ربنا معاك يا رب. على ريق واحد، على ريق واحد. جعنا لكم. بكره حاجة اسمها ليمون مخلل. بتكرهها؟ معرفش معفنة. أنا بحبه على فكرة جدا، وطبعا أنا بحب الطماطم فعلها عادي. يلا تعالوا يا كوبي عشان أنا خدت الأوضة. أهو يا جماعة هاكلها كده. خربت جبت من الحضرة. أنا بقى واحد. عشان ايه هتنتحر؟ معلش معلش خلاص تاني. اول تحدي تحدي الليمونة خلاص والطماطمية. نخش على تاني تحدي. طلعت الطماطمية كانت حلوة بصراحة. الليمون طعمه استغفر الله العظيم، ما بحبش حاجه اسمها ليمون. يا نهار اسود شكلها قعدتي فيها. يا رب ما انا بقى المره دي بقى. انا يا اختي روحي اكل اللي فيه. هو ليه؟ اديه الايه؟ اللي قبلك اللي معاك، بس انتي مالكيش حاجه. بقى ايه ده؟ لا تاكليها. طب حاجه يا جدعان يعني فايفه بردك. ما بحبش الفلفل. الحمد لله ما طلعليش الفلفل. انا بدي ما بيطلعليش حكم عشان استغفر الله العظيم. عذاب حرام مش كله.
كله ميت بس اسكتي. لا ورا مش كله مش كله. ايوه بس ماشي خلاص التحدي التاني ونخش على التحدي التالت. اكني فخت النهارده اكني فخت اكني فخت شكلي اكني فخت يا جدعان. ها ترى اللي فيها لا لا تقولوا غير خالص. اوكي مش بس هاكلها حلو وحشة. مش هقول لكم لا، بحب البوفنجان برضو. اول حاجه الروعه. اديني الدرجه انت ما تنسيش. يا رب بقى يا رب ما تفتحش اللي بالي. افتح من عند الحته المفتوحه المفتوحه منها. لا تاكلي من الاول. ايه ده ستي ده تتقطعي انتي اللي جنبك موجود معاك. ادي اللي جنبك بالقفا وقولها هرجلك يا بيبي. لا انت اللي هتديها ولا ايه؟ هرجلك يا بيبي. تعاليلي تعاليلي ده اضرب اللي جنبك بفوق واضرب يا بيبي. ايه قلت لك؟ قلت لك هتديني بالقفا. ما انا بحبك بس يا احمد. قلت لك يا بيبي. وقعتك؟ اه يلا هاتي دلوقتي المسكوت. طب كلي ما انا اكلت فلفل ليمونه. اوه يا بنت حبيبه متي. طيب ايدك ايدك يا بابا كملي. ايوه بجد في حاجة بس في الموضوع بيتعمل معجون. انت هتاكل معجون في الهيئة؟ حد لا اكيد. يلا تجربوه يا رب ده اللي هيحكم ما بيننا. لا انا تقريبا ما فيش حاجة. Good luck يا غير. يا نهار اسود. ايه؟ ايه تيفي؟ نعم نعم انا مش سامعه حاجه في الفراخ خالص. بيقول لك العقاب اطلعي في البلكونه وافتحي دراعاتك وقولي طز فيكم يا ناس يا معفنه. اقول عنا اقول عنا والنبي اقول عنا والنبي. لا على فكره بس اللي بيقول والنبي خدي والله العظيم ابدا. يلا هتخسر عادي حتى تتعلم. عايزة اقولها. طيب ماشي يلا روحي. استني يا شباب طز فيكم يا بنت طز فيكم يا عالم يا معفنة. جامدة جامدة احي فرحانة بجد فرحانة. هما طلعوا يجروا سابوني فعلا جامد ومضحك. طيب كده هيطلعوا يشتمونا دلوقتي. يطلعوا يشتمونا بالشماش. احنا شدفنا طلعنا نجري عشان كده كده كنا قاعدين نكتب احنا. وبس كده العقوبة على مين بس بعد اسمه؟ ما انت اللي هتاخديه. ماشي هتعاقبي بايه؟ انا حلو. مش وقت تعامل صراحة. ايه ده؟ أحيي هتفوت بصلة.
جميلة منورة. شربت الزريب؟ تحية زمان السن وكل منها. أنا ما بحبش البصل. طعمها يكون طعم البصل وطعم مش عارفة فظيع. لا 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 لا. هنقطعها لك ونيجي. الحمد لله يا جماعة ما خدتش العقاب ده عشان كنت هرجع الوقت. وبعد المعافرة طبعا بتروح حتة صغنطوطة عشان ما ترجعش مننا. اتفضلي يا حبيبتي. انا مش شايفة. لا 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 تعكبت في الاخر وطعمي كان بصل دي اول حاجه اتغيرت بصراحه يعني فبجد رضا النهارده كنت مقرفه فعلا عايزه اموتني. وكنا يا جماعه كده خلصنا فيديو النهارده على خير ان شاء الله. استنونا بكره سبسكرايب جديد ودوس لايك وسبسكرايب مش البدله دي كتير. هو بكره هعمل ريحه البصل مش عايزه اعمل ريحه بشعه. يلا يا جماعة ويا رب كده نشوفكم بكرة على خير ان شاء الله. ومتنسوش تعمل لايك وشير سبسكرايب وكومنتات واشعارات واهم حاجة شير الفيديو. اهم حاجة يا ريت. وبعدها ليش بس على خلاص. وبس. باي.